السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. يبدأ بعد لحظات قليلة سباق من السباقات القوة والسرعة والتحمل، التتابع المتنوع للناشئات البطولة العربية العاشرة لألعاب القوة للناشئين والناشئات بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف خلال الفترة من 12 ل 15/9/2024، واليوم الأخير ومنافسة قوية جدا بين المنتخبات، 6 منتخبات من العيار الثقيل يا سادة: المغرب، الجزائر، مصر، تونس، الإمارات، السعودية. بالتوفيق لكل أبطال العرب يا سادة. من سيفوز؟ من سيحصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق؟ سباق أكثر من رائع طبعا. الرقم القياس العربي لتتابع المختلط 2-12 باسم منتخب المغرب حتى الآن يا سادة، زي ما احنا شفنا منذ قليل منافسة قوية جدا في تتابع المختلط الذي فاز به المنتخب السعودي بالمركز الأول، والمركز الثاني المغرب، والثالث قطر، والرابع الجزائر، والخامس الكويت، والسادس تونس، والسابع العراق. بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية الذين ساهموا في هذا الصرح العظيم وتنظيم أكثر من رائع. كل الشكر والتقدير لجميع المنتخبات العربية والمدربين وأولياء الأمور والأبطال يا سادة. من سيحصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق؟ منافسة قوية جدا بين المغرب والجزائر في هذا السباق، زي ما احنا عارفين يا سادة منافسة قوية جدا. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. مش هتخسر حاجة لما تضغط لايك وتسيب لنا بصمة في القناة وتكتب لنا اسمك او بلدك بتتابعنا من انهي دولة. يبدأ السباق بعد لحظات قليلة يا سادة، ومنافسة قوية جدا بين ابطال العرب. من سيفوز؟ من سيحصل على الميدالية الذهبية؟ الذهب للذهب، والمنتخبات ملوك الذهب يا سادة. بالتوفيق للمنتخب المصري. يبدأ السباق بعد لحظات قليلة. من سيفوز؟ من سيحصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق؟ هل سنشاهد رقم عربي في هذا أم لا؟ رقم العربي 12-2-12-85 أجزاء من المية يا سادة. منافسة قوية جدا بين المنتخبات العربية من بداية السباق. 7 منتخبات في هذا السباق من أقوى المنتخبات على مستوى العرب. انطلق السباق، تتابع متنوع ومنافسة قوية جدا من بداية السباق. من سيفوز؟ 100 متر الأولانية يا سادة، ومنافسة قوية في المركز الأول حتى الآن: المغرب، الجزائر، مصر، تونس، الإمارات، السعودية. ومنافسة قوية جدا من بداية السباق. التتابع المتنوع ناشئات يا سادة البطولة العربية العاشرة لألعاب القوة. من سيحصل على المركز الأول؟ ومنافسة قوية جدا حتى الآن. المغرب في المقدمة، يلحق به المنتخب المصري يا سادة، وتونس يا على هذا السباق ومتعة هذا السباق يا سادة. المركز الأول حتى الآن مصر، المغرب، الصاروخ الجزائري ينطلق. الله، شايفين القوة والسرعة؟ لاعبة الجزائر يا سادة هي الذي عملت فرق في آخر 200 متر يا سادة، زي ما احنا شفنا دخلت من وسطيهم. الله على هذا السباق. بالتوفيق للبطلة السعودية وتونسية والإمارات يا سادة، ومنافسة قوية جدا. نرجع ونقول المركز الأول حتى الآن: جزائر، مغربي، مصري، تونس، الإمارات، السعودية. وطبعا كل لاعب في ترتيب الحارات يا سادة. انطلقت آخر 400 متر في السباق المتنوع، وانطلاقة قوية جدا وآخر 400 متر في السباق. من سيفوز؟ من سيحصل على الذهب في هذا السباق؟ عندنا 2 من أقوى أبطال العرب، عندنا 2 من أقوى
بنات العرب يا سادة ناشئات. عندنا نسرين العبدي في المقدمة يلحق به البطلة، البطلة السعاد البوزي يا سادة، هما أقوى بنتين في هذا السباق يا سادة. من سيفوز؟ من سيحصل على الذهب؟ نسرين في المقدمة تلحق به سعاد البوزي. يا سلام على هذا السباق، سباق أكثر من رائع يا سادة. المركز الأول حتى الآن الجزائر، المغرب، مصر، تونس. من سيفوز ويحصل على الذهب في هذا السباق؟ سباق أكثر من رائع. حسم الأمر للبطلة، للبطلة الجزائرية الذي فازت بالمركز الأول آخر 100 متر يا سادة يا على هذا السباق. ألف مبروك. المركز الأول الجزائر 2.14، المركز الثاني المغرب 2.15، وجاء في المركز الثالث منتخب مصر 2.16، والمركز الرابع تونس 2.17 55 أجزاء من المية، والمركز الخامس الإمارات 2.27 53 أجزاء من المية، المركز السادس السعودية 2.32. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.